بسم الله الرحمن الرحيم. 22/4/2024 جولة حقيقية مع أخونا الأستاذ يوسف الفيصل، جاي هيك يطلع لنا ويشوف لنا نتائج اللوديس، إنه عطى أي صدمة أو أي شيء للنبات أو قصر. هاي كانت تشاهدون أخوتني المزارعين عندي، هاي التوجيهة يعني مو توجيهة، نص توجيهة أو ربع توجيهة. هاي شايفينها، هاي أنا رخيتها بس مشان الشمس. نعم دير بالعكس اخوتي، هاي شايفين هاي نص توجيه هون ما بخيته، شايفين هاي ما بخيته، شايفين النبات شلون، وهاي من هون وهيك انا باخذ لوديس. تفرجوا هاي لوديس شان العريضه كلها بخيته. فرجينا ارتفاع النبات. اللهم صل على النبي، حط شبرك او اقلع اقلع معلش. اللهم صل على النبي. شايفين يا شباب هي احلى من متر، بطلع متر هيك واحسن مو هيك، متر يعني متر تقريبا متر. ما شاء الله وكثافه زهر ما شاء الله، ومجموع خضري جيد كثير تبارك الرحمن الله يبارك. بقى لذلك في يقولون ليش عم تنشر على اللوديس، نحن ما لنا مصلحه. اخونا استاذ يوسف كمان الزلمه يعني شغلته تشجيع للمزارعين وشان تسهيل وتخفيف عن المزارع وعنائه، خاصة هالسنة هي. السنة هي ما بدنا نلاقي عمال. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شباب بس هيك تفرجوا تفرجي هيك، اللهم صل على النبي. في شيء مرض؟ ما في أي مشكلة يا عبدو. ممتاز إن شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. الله يكمل بالخير يا رب. ما بخيت ولا بخاها، بالنسبة لللفحة غيره ما بخيت على حالي. هي تفرجوا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، الله يكمل علينا وعليكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله.